نرجع لقصه، هبتدي بالالمان كابتن ماهر قبل ما ادخل معاك في قصه يعني ايه مدير فني النادي الاهلي. خليني ابدا معاك بالفلاش باك من قبل الفاصل، بتقول لي في التسعينيات بقى تسوبل وراينر هولمان الاثنين طبعا من المدرسه الالمانيه اللي جم تولوا مساله النادي الاهلي، ومن قبلهم طبعا ديتريتش فايتسر. قبل ما ننقل للهيد كوتش عايز اقول لك، وانا شغل مع الالمان كنت طلبت من كابتن صالح، كان وقتها رئيس النادي الله يرحمه. ايوه الله يرحمه. فقلت له يا كابتن صالح عايز اطلع معايشه مع بايرن ميونخ او فرقه من الفرق الالمانيه الكبيره يعني. فقال لي يهمه ده، انا جايب لك الجديد عندك. قال لك يهمه. يهمه بيدلعني الله يرحمه. يهمه انا جايب لك الجديد عندك قاعد جنبك. شوف بيتكلم ازاي، بياكل ازاي، بيتعامل ازاي على السوشيال ميديا، بيتعامل معاكم انتوا ازاي، بيتعامل مع الجهاز ازاي، بيتعامل مع الجماهير ازاي. التحضيرات في شغله مش زي ما انت قلت يا احمد كده، هو مش جاي يعمل تمرينه وهيتكل على الله، لا. شوف هو جاي اليوم الكامل، جاي من الصبح الساعه 7 وبعدين بيروح الساعه 7 اليوم الكامل، ده في فترتين تدريبات، منها حاجات علم النفس، منها حاجات تكتيكيه، منها حاجات خاصه. لا شغل يعني قوي جدا وجامد جدا. فقال لي انا جايب الجديد جنبك قاعد، انت اقعد تعايش معاه وشوف الراجل ده في المواقف بيعمل ايه، شوف هو بياكل ازاي، شوف هو بيتكلم مع اللعيبه بيتكلم ازاي، شوف اللي بيتعامل في العامل النفسي مع اللعيبه بيتعامل ازاي، في مشاكل شوف بيحضر ازاي مشاكل بالظبط بالظبط اتحط فيها خبرات يا احمد، خبرات وعلم موجوده جنبك بتستفاد منها. بس مش كل المديرين الفنيين الاجانب كده كابتن ماهر، يعني ممكن حد يقول لك في مديرين فنيين جم اشتغلوا ما حسيناش بيهم، وفي مديرين فنيين جم قعدوا هنا حتى بعد ما مشوا من النادي الاهلي فضلوا قاعدين ومربعين والناس عمرها ما تنسى فتره وجودهم مع النادي الاهلي. الفرق بين بقى الهيد كوتش يعني احنا على مدار التاريخ هتلاقي الهيد كوتشات اللي جت اللي اثرت بشكل كبير جدا في منظومه النادي الاهلي، في الجماهيريه واللعيبه والنتائج والبطولات. هتلاقي مثلا ايامنا احنا في جيل السبعينات هيد كوتي. ايوه وبعديه كلوتشاي. ايوه سنه برضك اثر بشكل كبير جدا. وبعدين جه فايسا الالماني سنه، انت اشتغلت معاهم لغايه فايسا طبعا قبل كده اشتغلت معاهم كلاعب وبرضك وانت لاعب بتكتسب خبرات طبعا عظيمه في خلال اللعب. لما بتتنقل بعد كده وتشتغل في التدريب مع هؤلاء العظماء بتبقى حاجه تانية يا احمد. انا في رايي السنه بخمس سنين، السنه بخمس سنين مع الكوتشات دي. وبعد كده طبعا مانويل جوزيه الراجل العظيم والله وليفه مرحله فايتسا برضو، فايتسا سنه واحده لكن اعتقد فايتسا اشتغل مع الاهلي المنتخب وبعد كده طبعا مانويل جوزيه. هو فايتسا مشي عشان او يعني ما كانش عنده رغبه في الاستمرار عشان قصه الدوري اعتقد، ولا هو الراجل قال لهم انا يعني الدوري واقف واخد فلوس مش من حقي ان انا اخدها يعني، فهضطر ان انا يعني بعد كده في هولمان وبعدين تسوبل لكن برضك ما كانوش وفي الان هارس في النص ما كانوش بعظمه الان هارس الانجليزي الهيد كوتش اللي احنا ذكرناهم.